الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وفهم المرسلين واجعلنا أئمة المقربين. اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دعونا بحضور هذا الدرس المبارك التعليم والتعليم ونفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على توصيل بالله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نراجع الدرس المرحوم مسائل الحكم اذا تلف المرموم عند المبتدع. اذا تلف ان كان بدون تقصير فلا يضمن، ان كان بتقصير فيضمن، اذا تلف بدون تقصير فلا يضمن، لان يده يده امانه. اذا تلف بتقصير فيضمن المبتدع قيمته يوم التلف. نقدر كم كانت قيمته يوم اختلف، تمام؟ كم كانت قيمته؟ الغالب انه يكون مستعمل، فقيمه المستعمل اقل من قيمه الجديد. نعم، تقدر قيمته يوم اختلف ويعطى قيمته. ومثله لو امتنع عن الرد بعد سقوط الطير دين ومطالبه الراهن له بالرد كذلك يبقى. وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى بالذي يؤتمن. تصدق المرتهن والمستهدف في دعوى التلف كسائر الأمناء. الحكم إذا ادعى المرتهن الرد هل يصدق؟ لا يصدق إلا ببينة. قاعدة: كل أمين ادعى الرد إلى من ائتمنه صدق بيمينه، إلا المرتهن والمستأجر فلا يصدقان إلا ببينة، لأنهما أخذا المال لغرض نفسيهما. أخذ المال لغرض نفسيهما. ثم تكلمنا على عقد الرهن، لازم من جهة الراهن إذا كان بعد القبض، جائز من جهة المرتهن مطلقا سواء قبل القبض أو بعد القبض. وأخذنا مسألة: لو رهن شيئا وهدم له في استعماله بعد شهر، فيكون قبل الشهر يد أمانة بحكم الرهن، وبعد الشهر يعني منذ الاستعمال يكون يد ضمان بحكم العارية، وإن كان هو لا يزال يستمر رهن. نفقة المرهون تكون على الراهن لأنه المالك، فإن أنفق المرتهن بإذن الراهن رجع عليه، وإلا فلا، يعني لو أنفق عليه بدون ما يأذن له، فهم؟ أنفق عليه بدون أن يأذن له، فإذا لا شيء. طيب، انفكاك الراهن ينفك بثلاثة أمور: ينفك بالإبرة وفسخ الرهن، كذا إذا زال جميع الدين. ينفك بالإبراء المسامحة وفسخ الرهن إذا فسخ الرهن وإذا سدد المال. من الذي يفسخ الرهن؟ المرتهن. معنى ذلك أنه لا ينفسخ الرهن بمجرد الموت أو بمجرد الجنون أو الإغماء، لا ينفسخ. خلاف سيأتي، الشركة بالموت تنفسخ الشركة، الوكالة بالموت تنفسخ الوكالة. وإذا سدد كل الدين، طيب حكم العين المرهونة إذا حل الأجل ولم يسدد الدين؟ يختار المرتهن بين أمرين: واحد، طلب بيعه ويستوفي حقه منه، أو أمر الدين: أنتم لا تريدون أن تبيعون هذا المرهون، لا تريدون أن تبيعونه، فسددوا ديني، سددوا ديني. أيوه،
ثم بعد ذلك أخذنا باب الحج، أخذنا الحج والحج والحجر تمام حجرة كل هذا أخذنا. شرعا المنع من تصرف خاص لسبب ممنوع من التصرف، الصبي ممنوع من التصرف، المجنون ممنوع من التصرف، السفيه ممنوع من التصرف، المفلس ممنوع من التصرف لسبب خاص. انظر الأشخاص الذين يحجر عليهم ثمانية، صبي ومجنون سفيه ومفلس رقيق ممتد مريض وراهن. الأصل فيه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. دل عندما قال وليه يعني معناه أن هؤلاء ممنوعون من الصبر ومن التصرف. نعم المجنون والصبي تمام والمريض مرض النوم والسفين أقسام المحجور عليه. وهذا التقسيم مهم جدا يعني تفهم شيئا ينقسم إلى قسمين يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم من هم الصبي لكي مصلحتي ومصلحة مالي والمجنون مصلحتي ومصلحة مالي والسفين مصلحتي ومصلحة مالي. لما نحجر على السفيه ليس عقوبة له لأنه سفيه لا يعرف أن يتصرف فلمصلحته ولكي لا ينتهي ماله ولكي لا ينفد المال فإننا نحجر عليه. القسم الثاني اسم يحجر عليه لمصلحة غيرهم، نحجر عليهم ليس لمصلحته مصلحة غيرهم. من هم؟ خمسة المفلس نحجر عليهم ليس لأجلهم، لأجل الغرماء الناس يريدون ديونهم يريدون فلوسهم، والرقيق لمصلحة السيد، والمرتد لمصلحة المسلمين، والمريض لمصلحة الورثة نحجر عليه، والراهن لمصلحة المرتهن. بعدين أخذنا الصبي يثبت الحجر عليه بلا حكم حاكم. خلاص الصبي أول ما يولد خلاص محجوب عليه، هل نقول لابد من ورقة ونكتب ونعلقها على ورقة على الصبي نقول هذا يرجع عليه لا يتعامل معه بلا حكم قاضي. ينفك ببلوغه رشيدا، إذا بلغ رشيد خلاص لا يحتاج إلى فك قاضي تمام، لأنه عندما كان الصبي كان محجوبا عليه. فإذا بلغ غير رشيد دائما يستمر الحجب عليه. ما معنى رشيد؟ مصلح لدينه وماله. المعتمد لا تصح تصرفاته، الصبي لا تصح تصرفاته كالبيع والشراء وغيرها الى بلوغه رشيدا. فاذا بلغ سفيها يعني غير رشيد فيستمر الحج عليه كما قلنا لكم قليلا، ويكون وليه في الصبا وليه بعد من المسؤول عن هذا الصبي ابوه. فاذا بلغ وهو لا يزال يعني ليس رشيد من يكون مسؤول عنه؟ مأمور يستمر ويكون طيب. فإذا بلغ رشيدا بلغ 20 سنة ما شاء الله عظيم، بعدين صار متوذر صار سفيه ثم ماذا؟ لم يعد الحجر عليه، لا نستطيع أن نقول احجروا عليه، لا لا بد من حكم قاضي إلا الحاكم، لا بد من حكم الحاكم. فهمتم؟ حكم تصرفاته الصبي كما قلنا لا تصح تصرفاته لأنه مسلوب العبارة والولاية. قيل تصح إذا كان بإذن وليه، يعني ابني يروح يشتري هذا أعطيته فلوس يشتري بإذني. وقيل يصح في المحقرات ولو بغير إذن وليه. تصح عبادة الصبي المميز، وزيادة العبادة أمران، ما هما؟ الإذن في دخول الدار وإيصاله الهدية كما قلنا صح؟ إذن في دخول الدار فتح الباب الصبي تفضل هو صبي هو مصروف العبارة عندما يقول تفضل هل نعتد بكلامه؟ استثنى العلماء الإذن منه في دخول الدار صح؟ أو يدق عليك الصبي
هذا هدية من والدي، هذا هدية من أمي، هو يوصل الهدية، هل يعتد بكلامه وأخذ الهدية؟ وإيصاله هدية إن كان مأمونا لم يجرب عليه الكذب. من هو ولي الصبي؟ الأب العدل، فأبوه، وإن على فالوصي فقاضي البلد. تمام؟ يتصرف الولي بالمصلحة، هاي عليه أن يتقي الله، يتصرف بماذا؟ بالمصلحة الصبي، الولي بمصلحة الصبي في المال، ويلزمه حفظه وحفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمال، ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة. المجنون، انتهينا من الصبي، المجنون يفجر عليه حتى يفيق، حتى يفيق من الجنون، ولو كان كبيرا، وهو اسلوب العبارة والولاية مطلقا. ايوه، انظروا السفي، نفس اليوم، السفي، ما معنى السفي؟ المبذر لماله، ومعنى ذلك يصرفه، لا هذا اخذنا امس، السفي المبذر لماله، ومعنى ذلك انه يصرفه في المحرمات او يقيمه في الطرقات او البحر، يحجر عليه الى ان يصير رشيدا. في ماذا يصير رشيد؟ لا بد ان يكون يعبد الله صباحا مساء، الى ان يكون رشيدا في ماذا؟ التصرف المالي، ولا يشترط ان يكون من العباد، ولا اهم شيء ما الفلوس التي تخرج منه يحسن تصرفها. كالبيع والشراء، تمام، ولو بإذن ليه الولي، إذا لا يصح ولو حتى كان بإذن الولي، لأنه إيش؟ سفيه، سفيه في تصرفه المالي، ما يعرف. يعني الآن مثلا، هذا مثلا بواحد جنيه يشتريه بخمسين جنيه، هل هذا يعرف؟ هل هذا رشيد؟ يذهب إلى قديه ويشتريها بخمسين جنيه وهو قيمته واحد جنيه، هذا إذا ليس رشيد، هذا يضحك عليه، فهم؟ أو يهتم بالأمور التافهة ويترك الأمور المهمة، أو أنه يصرف أمواله بالمحرمات، هذا يسمى سفيه. إذن ايوه، الا عقد النكاح فيصح عن، لان عقد النكاح ليس تصرف مالي، مع عقد النكاح يريد ان يتزوج، هل نحرمه من الزواج؟ هل نحرمه من الزواج؟ تزوج، لكن لابد ان يكون باذن ولي. اذا السفيه يجوز ان يتزوج لكن باذن من ولي، الولي سيعرف هل هذه الزوجه المناسبه له ام لا، هل هذه الزوجة ستعرف تعيش معه؟ هل هذه الزوجة ستنصحه؟ هل هذه الزوجة ستصبر عليه؟ لأنه هو سفيه، لأنه هو محجور عليه. طيب أيوه، وهذا سيأتي بعدين، كيف زواج السفيه؟ في كتاب النكاح الدورة القادمة إن شاء الله. أقسام السفيه، سفيه مهمل وسفيه مهجور، مهمل ما في أحد حجر عليه، ومحجور على الذي حجر عليه. الآن نأخذ المفلس، من هو المفلس؟ المفلس هو لغة من لا درهم له ولا، عند أهل اللغة هذا مفلس، يعني معناه ليس عنده فلوس، قد يكون مفلس الذي ليس عنده حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: الذي يأتي يوم القيامة ومعه حسنات كالجبال، لكن يأتي وقد ظلم هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا، وكل واحد يأخذ من حسناته، فيأتي بعدين كل حسناته تذهب، كل حسناته، كل حسناته تذهب عليه بسبب أنه كان يعمل أعمال سيئة أخرى. هذا هو المفلس، هذا هو ليه؟ انتبه لا تكون مفلس. انظر
شرعا من ارتكبته الديون وتقالبت عليه الديون كثيرا فيحجر عليه لمصلحة الغرماء إما بطلب منه هو يقول يا حاكم أنا أتيك أنا أجي إليك الآن أنا عندك أيها الحاكم احجر علي أنا مديون لعشرين من التجار لعشرة من التجار أنا مديون وهم يقولوا لي يريدوني أن أسدد فلوس ديونهم وأنا ليس لدي شيء أنا مفلس إذا قد يحجر بطلب منه منه نفسه أو بطلب من مال هو لا يريد أن يسدد وعنده فلوس فيحجر عليه بطلب من الغرماء من هم الغرماء الذين أعطوه فلوس الدائنون انظر الأصل فيه هل وقعت هذه قصة الإفلاس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم حاجر على معاذ بن جبل سيدنا معاذ بن جبل جبل من جبال العلم نعم شفت كيف؟ قد واحد يكون في العلم ما شاء الله ولكن في التجارة ليس له نصيب هذه أرزاق الله يعطيك رزق يخصك بالعلم وليس لك في التجارة هذا رزق الله فسيدنا معاذ بن جبل جبل من جبال العلم دخل في التجارة انظر حجر من الذي حجر على سيدنا معاذ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حجر على سيدنا معاذ بن جبل وباع ماله في دين كان عليه رسول الله حجر على سيدنا معاذ أين مالك؟ عنده مال هنا حجر قال قال أخذ رسول الله منه المال ما هو المال؟ قد يكون أرض قد يكون دار قد يكون فرس أو أي شيء وباعه النبي صلى الله عليه وسلم عندما باعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقار الفلوس وزعها على الدائنون الغرماء غرماء من سيدنا معاذ وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم خمسة أسباع على سبعة خمسة يعني بقي سبعي يعني معناه أن المال لم يفي الدين لم يفي الدين خمسة أسباع على سبع 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 باع المال رسول الله أعطى كل أهل الديون ديون فلوسهم ولكن لم تم سداد هذا خمسة أسباع وبقي السبعين لم يتم السداد أيوة انت في التعليق انظر هنا وقالوا يا رسول الله بعه لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا عليه فليس لكم عليه سبيل يعني اتركوه خلاص لا تستطيعون هو مفلس ماذا سيعمل هو مفلس ليس لديه فلوس كان معه بيت او ارض او باعه واعطاكم ديونكم لا ليس لك معه شيء بقي قليل اصبروا حتى انظروا وقال لعل الله ان يجبرك ويعدي عنك لدينك انظر فبعثه النبي الى اين الى اليمن قال له خلاص اذهب الى اليمن هنا في المدينه الامور تعسرت عليك اذهب الى اليمن فذهب الى اليمن ونشر الإسلام في اليمن فماذا قال له النبي لعل الله أن يجبرك ويؤدي عنك دينك بقي وسدد خمسة أسباع بقي ماذا؟ سبعين قال إن شاء الله يسهل لك فخرج معاذا إلى اليمن فلم يزل بها حتى توفي يعني حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا معاذ ايش؟ سيدنا معاذ بن جبل في اليمن واضح؟ أيوه هذه قصة الحجر النبي صلى الله عليه وسلم حجر على سيدنا معاذ قال له أين ماذا تبغي؟ قال أريد هذا الخلاص حجر عليه بعدين بعد هذه الفلوس من هم ديون من هم الذين أنت مديون لهم فلان وفلان وفلان قلت في التساوي
سدد خمسة أسباع الدين، بقي يعني نرفض أنها 7000، سدد كم؟ 5000، بقي 2000. وسافر إلى اليمن. انظر شرط الحجر عليه، هل كل مفلس تحجر عليه؟ هل كل مفلس؟ انظر أن تزيد ديونه على زي ماله ديونه كم مال عنده؟ عنده مال كثير، عنده 100,000 في البنك. الديون كم ديونه؟ ديونه 40,000. هل نحجر عليه؟ لا، الديون أقل من من؟ من المال. نطالبه فقط، يا زيد سدد الدين، يا زيد قد تسجن، يا زيد قد نشتكيك إلى القاضي، يا زيد قد يحكم عليك الحاكم بالحجر، يا زيد يا زيد يا زيد، نعطيه مهلة. فإذا زيد أصر لا يريد أن يسدد الدين، في هذه الحالة نحجر عليه. إذن أن تزيد ديونه على ماله، إذا زادت هذه على هذه كيف؟ لنفرض أن الدين 400,000، الدين كم؟ 400,000، والمال هات الدين حقنا يا زيد، نريد فلوسنا. نقول زيد الدين 100,000، والدين 400,000، وأنا ليس معي إلا 100، الدين كم؟ 400. أنت تريد مني 400,000، أنا ما عندي إلا 100,000. فله الحكم، نحجر عليه وننظر هل يملك شيئا؟ نعم، يملك عمارة، يملك سيارات، يملك أرض، يملك مزرعة، كل هذا نحجر عليه خلاص. ثم بعد ذلك نبيعها، نبيع ليه هذه الأشياء ونأخذ منها كم؟ 400,000، ونسدد بها الدين. انظروا كيف حقوق الناس ليست لعبة، حقوق الناس انتبه، أخذت شيئا من الناس أعيده، حتى لو كان قليلا، أخذت شيئا من أخيك، من صاحبك، ولو حتى جنيه أو 10 جنيه أو أقل، تعيده. طبع الناس شحيحة. ما معنى شحيحة؟ بخيلة بحقها. تمام؟ أيوة، أن تزيد ديونه على ماله، وأن تكون ديونه حالة لازمة لآدمي، ركز معي، أن تكون ديونه حالة. الدين بيني وبين زيد، السداد يكون على 1000. الدين بيني وبين زيد أن يكون السداد على 2020. السداد متى يكون؟ عام 2000. انتبه، السداد متى يكون؟ عام كم؟ 2020. ونحن الآن عام كم؟ 2000. بقي كم؟ بقي سنة؟ 5 سنوات. هل من الآن نقول يلا اعملوا حجر على زيد؟ إلا الآن الدين لم يحل، لم يحل السداد، السداد سيكون عام 2000. فهذا معنى قوله حالة، حالة السداد الآن تسدد. فهمت؟ ما لا نستطيع أن نحجر على زيد إلا إذا جاء وقت السداد. متى يجي وقت السداد؟ 2020. نحن الآن عام 2015. واضح؟ حالة لازمة. ما معنى لازمة؟ خلاص ثابتة، ليست آيلة للسقوط، ليست آيلة. هو أن قد تسقط هذه الديون، لا قد تسقط هذه الديون كما أخذنا أن في بعض الأموال قد تكون تسقط، صح؟ مثل نجوم الجعالة، مثل إيه؟ جعل الجعالة ونجوم الكتابة، مثل وهكذا. ولآدم ديون لآدم لنفرض أن زيد، انتبه، 400,000، ما هي هذه؟ هذه زكاة، تأخر لم يسدد الزكاة مدة 10 سنوات،
إذا زيد في ذمته كم؟ 400,000. حق زكاة كم سنة؟ الزكاة هذه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. زكاة وقد زكاة لله ولله والفقراء. إذا هي ليست لآدم خالصة؟ لا. إذا لا يحجر عليه، لا يحجر عليه، يحجر إذا كانت حالة لازمة لمن؟ لآدم، لشخص، لشركة. عند التعليق شو كيف التقييد في الدين الآدمي؟ هذا ما جرى عليه الرملي والخطيب. الرملي كتاب نهاية المحتاج، الخطيب كتاب مغني المحتاج، خلافة لشيخ الإسلام. من هو شيخ الإسلام؟ زكريا. يعني كتاب الشيخ زكريا، أي كتاب ألف؟ فتح الوهاب، صح؟ منهج الطلاب، صح؟ منهج الطلاب، وشرحه اسمه فتح الوهاب، خلافة لشيخ الإسلام وابن حجر. إذا قيل لي ابن حجر في أي كتاب؟ تحفة، تحفة المحتاج. اللذين لم يشترطا في الحجر أن يكون لآدمي فقط، فيحجر عليه لو كان لله بشرط فوريته. يعني ابن حجر وشيخ الإسلام قالوا حتى لو كان لله يحجر عليه. حكمه، ما حكمه هذا المفلس وما حكم ماله؟ انظر، يحجر عليه في تصرفاته في أعيانه، أعيان ماله. انتبه، شخص مصرف مفلس، عنده أرض، عنده عمارة، وعنده أرض، تمام؟ وعنده سيارة، يحجر عليه في ماذا؟ أعيان المال، ليس في ذمته. ما معنى ليس في ذمته؟ يعني أنا لا مفلس، سأتصل على رأيك أدعي، لو سمحت أريد 5 كرتون أندومي، أريد 3 كيلو رز، أريد 1 كيلو طماطم. هو سيقول أين الفلوس؟ الفلوس في ذمتي إن شاء الله. هل يصح؟ نعم يصح، تصرفاته في ذمتي يصح، لكن في أعيان مالي أبيع هذا لا أستطيع أبيع العمارة، ولا أستطيع أبيع الأرض، ولا أستطيع أبيع السيارة. لماذا؟ لأن هذا لا محجور عليه، أنا مديون لأناس، القاضي حجر علي، موجود في سقف ورقة يمنع من التصرف، فهمت؟ حتى يباع ويسدد له الدين الذي في ذمتي. إذا ننظر، يحجر عليه في تصرفاته في أعيان ماله، وأما ما في ذمته أنا في ذمتي، سأشتري هذا في ذمتي، فتصح تصرفاته. فما هو الحكم في هذا المال؟ فتباع جميع أمواله، ولا يصرف له منها إلا نفقة يوم. هذا بعناه ب100,000، وهذا بعناه ب50,000، وهذا بعناه ب20,000. هذه الفلوس الآن، الدين كبير 400,000، الفلوس أقل، هل يأخذ منها شيء؟ لا، لا يعطوني إلا نفقة يوم وليلة. تفضل، من هذه الفلوس نفقة يوم وليلة أنت وأولادك 200 جنيه، أخذ 200 جنيه. والفلوس هذه كلها تذهب إلى القاضي، يعطيها مين؟ يعطيها من؟ أهل الديون، أصحاب الديون. لا يصرف له منها إلا نفقة يوم وليلة. دستر ثوب، ما معنى دستر ثوب؟ يعني ثوب، حاجة الذي كاملة، ثوب ولباس داخلي وسروال داخلي حاجة. ونفقة من تلزم نفقته كما قلت لك 200 جنيه له ولأولاده. فإذا بقي الشيء من الدين فيبقى في ذمته، هذا بعناه ب100,000، وهذا ب50، وهذا ب20، المجموع 170,000. الدين كم؟ 400، وهذا 170. هل يعرف؟ لا، يبقى في ذمتي، يبقى فيه. وهؤلاء نعطيها أهل الدين، أهل الدين سيزعلون، أين الباقي فلوس؟ نقول لهم اصبروا، ماذا نعمل؟
ماذا نعمل؟ الله قال فإن كان له عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان له عسرة يعني أنا صاحب عسرة لا أستطيع، فنظرة ما معنى نظرة؟ فإنهال إلى ميسرة، إلى أن يتيسر، إلى حالة الميسرة، إلى أن يتيسر أمره. طيب فإذا بقي شيء من الدين فيبقى في ذمته، في ذمة المفلس حتى يفرج الله عليه، ولا يلزمه الابتسام لقضاء الدين. لنفرض أنه هل يجب عليه أن يعمل ويشتغل؟ لا ما يجب، وأكيد سيعمل لنفقة أولاده، لكن هل سيعمل لسداد الدين؟ لا. كيف سيسدد الدين إذا كان المبلغ كبير؟ كيف سيسدد؟ أيضا ينتظر فرج الله، ينتظر أحد يعطيه من الزكاة، ينتظر أن أصحاب الدين يعفو عنه، ينتظر فرج ربك. قد هو يرث إرث وبعد ذلك يسدد الدين، لكنه لو مات وعليه دين هو مصيبة كبيرة، لو مات الإنسان وعليه دين. طيب يسن، انظر القاضي يسن ان يبادر ببيع مال المفلس. القاضي خلاص ياتي بالمفلس، فقط عندك هذه العماره وهذه الارض وهذه السياره، ام ليس عندك يعني؟ هل ننتظر قبل ان نبيع هل تستطيع ان تسدد الدين؟ هل في احد سيساعدك؟ هل لديك فلوس هنا وهنا تجمعها ننتظر حتى تاتي اموالك ثم تسدد الدين؟ ما عندي إلا هذا، ما خلص إليه، سنبيعها الأسبوع القادم، ويعلن القاضي بيع هذا وهذا وهذا سيكون في الأسبوع القادم. انظر، يسن أن يبادر القاضي ببيع ماله، مال المفلس، يرى الوقت المناسب، مثلا يوم جمعة مناسب، يوم سبت، يوم أحد، أنتم عندكم يوم الأحد إجازة في ماليزيا؟ سبت واحد إجازة، مثلا يوم الأحد مناسب في ماليزيا إجازة، الناس يأتون وخلاص إعلان يوم الأحد يقوم بيع، متى يوم الأحد مناسب في ماليزيا؟ العصر أم الصباح؟ يعني لا ينامون يعني في الصباح؟ أوه ما شاء الله نشيطين يعني، زين، أننا ببيع مال المفلس لا يطول زمن الحجر، ليه يبيع ماله بسرعه؟ اهل الديون يريدون فلوسهم، اهل الديون يريدون فلوسهم، اهل الاموال، ولكي لا يطول عليه فتره الحجر. الافضل عند البيع يكون بحضره ماذا؟ المفلس مع الغرماء. انا جبت، انا المفلس الذي حجر على مالي، هذه سيارة سيبيعونها، وهذه عمارة سيبيعونها، وهذه أرض سيبيعونها، أنا أجل. الأفضل أن أكون موجود أرى البيع الآن. والغرماء، من هم الغرماء؟ الذي أخذوا مني ليه؟ الذي أنا أخذت منهم الفلوس، صح؟ كم الديون؟ كم الديون؟ الآن هم سيعرضون هذا للبيع، وفي ناس يشترون، أنا أكون موجود، أنا أخبرهم وأقول لهم هذه السيارة ميزتها كذا وكذا وكذا وكذا، لماذا؟ حتى يرتفع سعرها، حتى أما إذا الناس رأوا السيارة قد يظنون أنها سيارة عادية، لا، فهمت؟ هذه العمارة أنا بنيتها، يقول لهم وفيها كذا وكذا وكذا، وحمامها كذا، ومكيفها كذا، والأرض كذا، يعني بالمميزات، حتى الناس يشتقوا يعني يتشوفون لبيعها، ويكون سعرها عالي، كلما كان السعر عالي كلما ساعد على سداد، لكن لا يكذب، يأتي بالأحكام. وهذه الأرض التي سيبيعها يقول هذه الأرض ميزتها كذا وكذا وكذا. الأفضل أن يكون المالك المفلس هذا يكون موجود، لكي حتى بعد ذلك عندما يبيعونها يعلم أنه هذا هو السعر الذي
هذه الأشياء جابت هذا السعر، لم تأتي بأكبر حتى هو يكون مطمئن، هو يكون ما بخلاف لو كان غائبا وقال له اسمع السيارة حقك أتت بمبلغ كذا والعمارة هو قد يسأل ليه ليه ليه، احضر خليك موجود كي ترى بعينك كي ترى. وكذلك أهل الماء أهل الغرماء، من هم الغرماء؟ الذين يبدون الفلوس يكونون موجودين الأفضل لكي يعلمون هل كم أدت. نحن نريد 400,000، فلذلك إذا هذا جابت 100,000 والسيارة جابت 50,000 وهذه الأرض جابت مثلا 70,000، الغرماء يعرفون أن هذه يعني لم تسدد كل الدين، فلذلك لم يعني يغضب كثيرا. فهمت؟ فإذا الأفضل حضور المفلس وحضور الغرماء وقت البيع ولا يجب، ويكون البيع بحضرة المفلس مع الغرماء. وجود المفلس مهم، وجود الغرماء مهم. طيب مسألة أخرى متعلقة بالمفلس، يجوز للقاضي إجبار ممتنع من الأداء. أنت أخذت فلوس من الناس ولم تسدد الدين، القاضي يسألك لماذا لا تسدد الدين؟ يقول أنا ليس عندي مال. كم عندك مال؟ أنت معروف أن عندك مال، معروف ما شاء الله الدين قليل، الدين 50,000 وأنت عندك تجارة بالملايين، الدين 50,000 وهذا يريد دينه، لماذا لا تسدد الدين؟ هذا يماطل، لا يريد أن يسدد الدين. فهمت؟ هذا خلق سيء، كثير من الناس يأخذ ولا يريد أن يسدد، خلاص هذا خلق سيء، ليست رجولة، ليست شهامة. سدد دينك، بعضهم لا خلاص متعود أنه يأخذ يعطي، لا خطأ. فهمت؟ الإنسان لابد أن يكون متربي تربية صحيحة، يبرد ذمته دائما، يعود نفسه ألا يكون عليه كاهل الديون والالتزامات. فإذا كان القاضي وجد أن هذا لا يمسد الدين وأنه ممتنع، يجوز له ماذا؟ إجباره. إجباره كيف إجباره؟ يدخله السجن، أنت مسجون إلى أن تسدد الدين، أو يعمل الآن مثلا في هذا الزمن يعني الفلوس أكثر، الفلوس تكون في البنوك، أكثر فلوس الناس أين تكون؟ في البنك، يوقف حسابه ويجمد حساب البنك، يجمد الحساب البنك وبالطريقة القانونية يأخذون الفلوس من البنك ويسددون أهل الدين. إذا للقاضي إجبار الممتنع من الأداء إما بحبس أو غيره أو غيره من العقابات، مثلا يمنعه من السفر، هذا عقاب من العقابات، مثلا يمنعه من أن يعمل كذا، يمنعه من أن يجدد رخصة العمل، أي عقاب مناسب، أي عقاب مناسب. وإذا ثبت الإعسار لم يجز، إذا كان فعلا هو معسر، إذا كان فعلا هو حقيقي هو معسر لا يستطيع أن يسدد الدين، حقيقي هو معسر لا يستطيع، هل يحبسنا؟ ما الفائدة من حبسه؟ من الذي نحبسه؟ الذي نظنه، الذي نظن أنه سيسدد الدين، الذي نظن أنه موسر عنده فلوس يستطيع أن يسدد. أنتم إذا يجوز للقاضي إجبار ممتنع من الأداء بحبس أو غيره، وإذا ثبت الإحسار لم يجوز حبسه. لذلك في البداية أولا نحبسه، سدد الدين، الدين 50,000 سدد، اجلس في السجن شهر شهرين ثلاثة. معقول الإنسان سيرضى أنه في السجن ولا يسدد دينه؟ إذا كان قادرا سيسدد، فإذا يدل على بقائه في السجن وعدم سداد الدين يدل على الإعسار، يدل على إذا القاضي يتأكد، القاضي يتأكد
يأمر الشرطة ويأمر المباحث ويأمر الجهات الأمنية بالتأكد والبحث هل له أملاك هل له كذا. فإذا بعد ذلك فعلا ليس له أملاك وليس له فلوس في البنك وليس له ما عنده، فإذا خلاص هو معسر يخرجه من السجن، يكتب صك وحكم قضايا أن هذا معسر، أن هذا معسر. إن كان لديه بيت بعدين ثبت أن لديه بيت أو لديه سيارة أو شيء، فإنه في هذه الحالة يحجر على هذه الأملاك ويبيعها. فهمتم؟ طيب انظروا مسألة أخرى، لو وجد البائع الغريم ماذا وجد؟ متاعه عند المفلس، فله الرجوع وأخذ متاعه. لا أنت لك. أنا عندي محل جوالات، أنت اشتريت مني هذا تفضل، اشتريت مني هذا مثلا بألف جنيه، أين الفلوس؟ أنت قلت بعدين، قلت ماذا؟ بعدين ستعطينا الفلوس. متى؟ بعد بكرة. جاء بعد بكرة لم تعطينا الفلوس، بعد أسبوع لم تعطيني الفلوس، بعد أسبوعين بعد شهر لا حول ولا قوة، وأنا أتصل عليك أين الفلوس؟ حق جوال، قيمة الجوال نريد الفلوس، وأنت تقول أنا ليس لدي شيء، أنا مفلس، ليس لدي فلوس، ليس لدي فلوس، أنا مفلس، ليس لدي الآن ما عندي شيء، ليس. فأنت ذهبت إلى بيته، ذهبت إلى تريد أن تقابله وتكلمه وتقول له أعد الجوال أو هات الفلوس، تريد أن تقول له هات الفلوس، فهمت؟ ففتح لك الباب ابنه أو أخوه وقال تفضل في المجلس، فأنت جلست في المجلس فوجدت الجوال الذي أنت بعته له موجود، موجود هو هذا الجوال الذي أنا بعته له بكم؟ بألف جنيه، وإلى الآن لم يسجل، موجود خلاص، يجوز لك أن تأخذه، يجوز لك أن يعني هو لم يسدد الدين وهو مفلس. لماذا يا أخي لا تسدد الدين؟ قال أنا مفلس. إما مفلس هو يقول أنه مفلس، أو مفلس حقيقي حكم القاضي بإفلاسه، حكم القاضي خلاص أنت تريد، فلو وجدت هذا يجوز لك أن تأخذه ويجوز لك أن لا تأخذ هذا الجوال ويبقى في ذمته. انظر لو وجد البائع أنا الذي بعته أنا الغريب متاعه عند المفلس فله الرجوع عن البيع وأخذه إيه؟ متاعه. فهمتم؟ وكذلك لو اشترى سيارة ولم يسددها، اشترى كاميرا ولم يسددها، اشترى جهاز، اشترى مكيف ولم يسددها، ثم بعد ذلك وجده يجوز ياخذه خلاص، لانه مفلس، لانه وين؟ حكم عليه القاضي بالافلاس، ليس لديه دين، ليس لديه فلوس. طيب الخامس المريض. الخامس المريض، انتبه. الخامس من الذين يحجر عليهم، الأول يحجر عليهم من الصبي، ثم المجنون، ثم السفيه، والرابع الذي أخذناه قبل قليل مفلس، والخامس الآن المريض. انتبه المريض. المريض كلنا نمرض، إذا شخص مريض يحجر عليه كيف هذا؟ انظر المريض المقصود به المريض مرضا مخوفا. ما معنى كلمة مرضا مخوفا؟ يعني يخوف. ما معنى مخوفا؟ لا، معنى المرض المخوف هو المرض المتصل بموته، هو طريق الفراش، الآن على الفراش، غالبا هذا المرض يستمر إلى أن يموت، يستمر إلى فلا نعلم، قد يموت بعد أسبوع، وقد يموت بعد أسبوعين، وقد يموت بعد شهر، وقد يموت بعد شهرين. المرض هذا الذي فيه يقولون الأطباء لا شفاء فيه. مثل ماذا المرض؟ نسأل الله العافية والسلامة. مثل مثلا بعض الأمراض الخطيرة، مثلا السرطان، سرطان في القلب، سرطان في الدم،
تمام؟ مثل الجلطة، تعرفون الجلطة؟ جلطة تخثر الدم، قد يكون جلطة في الرأس، قد يكون جلطة في القلب، قد يكون بعض أنواع الجلطات تكون خلاص إلى الموت، أو مثلا بعض أمراض الكبد، تلوث في الكبد، وهذا التلوث عليه الغالب يكون بعده موت، إلا إذا كان فاجرا كبيرا فإنه سيسافر إلى مكان ويذهب إلى ويبحث عن شخص يتبرع له بالكبد ويشتري منه كبده ويعطيه إياه، يسمونها زراعة كبد. فالشاهد بعض الأمراض تكون متصلة بماذا؟ بالموت. واضح؟ هذا المريض المتصل المريض مرضا بعده سيموت، خلاص محجوب عليه. لماذا؟ لمصلحة الورثة، لأنه قد يتصرف بماله، قد يتصدق بكل المال، والورثة ابنك، أولادك، أخوانك، أمك، أبوك، فهمت؟ معنى المرض المخوف هو المرض المتصل بموته، أي أن الغال في هذا المرض عدم الشفاء. فما هو الحكم؟ فيحجر عليه في ماذا؟ في التبرعات، لا يجوز له ان يتبرع. لكن اذا اراد ان يبيع هذا المريض مريض مرض الموت سيبيع ويشتري، يجوز، لكن التبرعات لا. كصدقه وهبه ممنوع من الصدقه ان يتصدق، ممنوع من الهبه، ممنوع من الوصيه، بخلاف بيعه وشرائه يجوز. هو مالك هذا المحل، المحل هذا الان يبيع ويشتري، يبيع ويستمر. لا نقول اوقف في البيع والشراء لأجل أن هذا مالكه مريض، لا، يستمر. وإنما الحجم يكون فيما زاد على إيه؟ على الثلث، يعني ينتبه. شخص مريض، شخص مريض عنده أموال، فيقول لنفرض هذه أمواله، هذه أمواله، لقول نقول مثلا أنها فلوس كم؟ 600,000. الآن قال العلماء لا يجوز له أن يتصرف، محجور عليه في ماذا؟ في كل المال فقط الثلث. انظروا الثلث يجوز له أن يتبرع هنا، الثلثين لا. وهو الآن مريض مرض الموت، لا يجوز له أن يقول نصف التركة للفقراء والنصف الآخر للأيتام، لا، ما يجوز. فقط يجوز لك أن تتبرع بالثلث، الثلثين للورثة مساكين، للورثة. لكن لو كان في غير مرض الموت صحيح، الآن سأتبرع بنصف، الآن يجوز، أنت صحيح، لكن في مرض الموت لا. فإذا في مرض الموت ما هو الذي يجوز له؟ ثلث تركته. تبرعات يجوز، هنا تبرعات لا. 600,000 يعني معناها كم؟ 200,000، هذه 400,000، هذه تقول لمن؟ للورثة. هذا يجوز له أن يتبرع، سيتبرع بجزء منها، سيتبرع بمبلغ 50,000، سيتبرع بمبلغ 30,000، جزء منها سيكون للأيتام، جزء منها سيكون للفقراء، جزء منها سيكون لحفظة القرآن، جزء منها سيكون لطلبة العلم، جزء منها سيكون للمعهد، جزء منها سيكون وقف، جزء على كيف، واهم شيء هذا 200,000 تبرع يجوز لك. فهمت؟ انما الحجر يكون فيما زاد على الثلث، فتصرفاته في حالة صحته او في حال المرض غير المخوف كلها صحيحة. لو كان هو صحيح أو سيتصرف في وقت مرض ليس مخوف، سيبيع ويشتري ويتبرع، سيتبرع بنصف ماله وهو عنده صداع، يجوز؟ نعم يجوز. هذا الصداع هو مرض مخوف؟ لا. مبطون، ألم في سنه، ألم في أذنه، ألم في قدمه، هل نقول أنه ممنوع من التصرف هو مرض مخوف؟ لا، يجوز أن يتصرف. يجوز أن يتصرف حتى بكل المال، هو منكم. انظروا، إذا ما هي خلاصة؟ حكم تصرفاته من هو المريض في مرض موته، تصرفاته صحيحة إلا إذا تصرف بتبرع.
ما هو بوقف أو هبة أو وصية أو غيرها من بأكثر من ماذا؟ صحيحة إلا يتصرف بهذا بزيادة بأكثر من الثلث لغير وارث، فلا بد من إجازة. ما معنى إجازة؟ موافقة. ما معنى إجازة؟ موافقة. فهمت؟ فلا بد من إجازة الورثة. انظر، انتبه، شخص قال، ركز معي، شخص قال في مرض موته، ماذا قال؟ يا أولادي، يا أولادي، يا بناتي، ويكلمهم وهو في مرض موته، أنا سأتصدق ب300,000، سيتصدق بكم؟ هذه 300,000 ستكون صدقة للفقراء والمساكين والأيتام ولطلبة العلم وللدعاة إلى الله ولعمل الخير ولعمل مجالس الخير ولمساعدة لسداد الديون و فهمتم يا أولادي؟ أنا أريد أن أتصدق، أوصيت أن أتصدق ب300,000 من مالي. كيف؟ التركة كم؟ 600,000. ونوى كم؟ هل هي ثلث التركة ولا زيادة؟ هي نصف التركة. ما هو ثلثها؟ 200,000. فما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي يقول من 300 ناخذ كم؟ 200. خلاص، هذه تكون كما أراد من هو؟ المالك أو المريض. سيبقى كم؟ 100,000. سيبقى كم؟ لا بد من موافقة مين؟ الورثة، لأن هذا نصيب الورثة. نصيب 200,000. نعمل كالذي قال، أريد أن الفقراء والمساكين وطلبة العلم وتحفيظ القرآن ولبناء المساجد وإقامة المعاهد وصية. أريد 300,000. مات الميت، نشتغل. الآن هو قال 200,000. خلاص، بعض الورثة قالوا نحن محتاجون، أنا عندي أطفال، وهذا يقول أنا عندي ديون ورثته، وهذا يقول أنا عندي زواج، وهذا يقول خلاص. إذن 100,000 لا توزع، 100,000 تكون لمن؟ للورثة. وإن كان أبوه قال أنا أريد 300,000، فهمت؟ لماذا لم توزع؟ لأنها زائدة على ماذا؟ على الثلث. فإذا قال الورثة، اسمعوا يا أخواني، هذا أبونا أهم من الدنيا كلها، أهم من الدنيا، دنيا ما بتاعي، أهم من الدنيا كلها، خلاص أنا موافق أن يكون ننفذ وصية أبي وتكون 300,000 كلها. أنت موافق أيها يا أخي؟ نعم. أنت يا أنت كلكم الورثة موافقون؟ نعم، كلنا موافق. خلاص، إذا تنفذ وصية الأب، وال100,000 تكون مع ال200,000، فيكون كلها، فيكون ماذا؟ إذا الورثة كم نصيبهم الآن؟ 300,000 النصف. الورثة اتفقوا، الورثة، فلنفرض كلهم اتفقوا إلا واحد، خلاص هذا واحد نصيبه من المئة يؤخذ على جنب، نصيبك من المئة يعطى، فهمت؟ يعني فتصح بقسط المجيزين الذين يوافقون، والذين لا يوافقون خلاص ناخذ نصيبهم ونعطيهم اياه، ناخذ نصيبهم حق ال100,000، فهمت؟ انظر، تصرفاته صحيحه الا اذا تصرف بوقف او هبه او وصيه او غيرها من التبرعات باكثر من الثلث لغير وارث، لغير وارث، كما قلنا للفقراء المساكين، ليس هو الورثة. فلا بد من إجازة الورثة إذا زاد على إيه؟ على الثلث. الآن زاد على الثلث أم لا؟ 300,000 نصف التركة، ما هو الذي زاد؟ 100. فلا بد من إجازة الورثة بعد موته،
فيما زاد على الثلث نكلم الورثه على الذي يزيد، لا نكلمهم على هذا، لا نكلمهم على المئتين. المئتين يجب سواء وافقوا او لم يوافقوا، خلاص هذه وصيه ابيكم لا بد ان تنفذوها، وافقتم او لم توافقوا لانها من حق ابيكم، لكن الزياده على الثلث هذا ليس من حقه، من حقكم انتم. الذي زاد على الثلث 100 فان اجازوا فذاك خلاص، هم قالوا حتى هذا الزائد كما يريد ابينا رحمه الله. واذا اجاز بعضهم دون البعض فتصح بقسط المجيزين دون قسط الذين لم يجيزوا. ما معنى اجاز ويجيز؟ يعني يوافقون، يعني يوافق. فهمتم؟ دائما ترى تصير هذه يوم تبين، كل يوم واحد يموت، كل يوم رسائل في الجوال انا لله ما انا اليه راجعون، والان كل من يموت عنده شيء وتحدث مشاكل، هذا كيف نعمل، هذا كيف نسوي، والدي يريد صدقه، والدي يريد حج، والدي يريد عمره، والدي يريد اضحيه. الله الحكم. والورثه يريدون الفلوس حتى لو كانوا صالحين، انا رايت هذا بعيني، بعض الناس ماتوا في السعوديه يعني من الصالحين، اصلهم حضرمي يعني، عندما مات ابوهم الورثه من الصالحين، ولكن كلهم كل واحد يريد ايه؟ كل واحد يريد تركه، يعني لا يريدون زياده، كل واحد يريد نصيبه بس، يعني اقصد انه يعني لا يريدون مثلا تركه تذهب كلها في الصدقات، فهمت؟ تذهب كلها في الصدقات، كل واحد يقول انا محتاج، انا عندي اطفال، انا عندي اولاد، انا عندي زواج ولدي، انا عندي زواج بنتي، انا عندي زواج، عندي مصاريف، عندي تكاليف، انا اريد ان ابني بيت، انا اريد ان اشتري سياره، انا اريد. اذا هذا انظروا، اذا تبرع بشيء من مالي ولو قليلا لوارث فلا بد من اجازتهم. في مرض المخوف، في مرض الموت، ابنه بجانبه، يا ابني هدية لك هذه السيارة. من الذي يعطيه الهدية؟ الأب. يعطي مين؟ الابن. هل يجوز؟ الحالة الأب ما هي؟ المرض، مش معنى مرض مخوف خلاص سيموت، يريد أن يفرح ابنه، خذ السيارة هذه لك هدية، وأنت خذ هذا البيت، وأنت خذ هذه العمارة، وأنت لا 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 يجوز توزيع الفلوس للورثة. لماذا؟ لأنك ستموت، إذا مت هم يأخذون نصيبهم من التركة، خلاص شرع الله، فهمت؟ إذا تبرع بشيء من ماله ولو قليلا لوارث لا بد من إجازة. ما معنى إجازة الورثة؟ مثلا مات الميت، اجتمعنا نحن الورثة، هذا ابنه يقول أبي قبل أن يموت بثلاثة أيام أعطاني السيارة، وانظر انظر انظر إلى الورقة، هذه ورقة منه يقول أن السيارة هدية لي، أقول له يا ابني بارك الله فيك، أبوك أعطاك سيارة عندما كانت حالته ماذا؟ كان مريضا مرضا، بالعكس هذا دليل، أنت عندك الورقة هذه تدل على أنه لا يصح أن يعطيك، لأنه كان التاريخ وكذا كان هو مريضا. فما هو الحكم؟ هل أنتم موافقون؟ أنت موافق أن هذه السيارة يأخذها أخوك؟ أنت موافق؟ أنت موافق؟ كلهم قالوا إذا هو أبي يريد أنا أريد تحت يعني إرادة أبي ورغبة أبي. إذا قال بعضهم لا أنا غير موافق، حق له. فهمت؟ التبرعات في أثناء مرض المخوف للورثة لا تصح إلا بموافقة الورثة. التبرعات في مرض المخوف لغير الورثة تصح في الثلث فقط، في ثلث تركته، الزيادة لا بد من موافقة مين؟ الورثة. فهمتم؟ انظروا، إذا تبرع بأقل من الثلث لغير وارث فيصح ولا يشترط إجازة، هو مريض مرض المخوف، مريض مرض، جاء بعدين شيخ من الشيوخ يزوره في الله، يزوره لأنه مريض،
دعواتكم يا شيخ، دعواتكم يا حبيب، دعواتكم. بعدين خطر في باله الآن خلاص الدنيا ما في فائدة، قد يموت بعد يومين أو ثلاثة أيام أو شهر. اسمع يا شيخ، هات الورقة يا ابني، اكتب ورقة لهذا الشيخ، هذا الشيخ يدرس طلاب أيتام، معهد أيتام، اسمع، 100,000 ريال تقول لمن؟ للأيتام، للمدرسة التي يدرسها ويشرف عليها وصاحبه هذا الشيخ. الآن المالك تبرع بكم؟ بكم تبرع؟ ب100,000. ماله كم كله؟ 600,000. تبرع ب100,000. أحسن عندما تبرع، والله الفلوس كثيرة في البنوك ما منها فائدة. يتبرع، خلي الناس يستفيدون، المدارس تستفيد والمعاهد تستفيد، وتبرع ب100,000. عندما كان مريضا مرض الموت، هل يصح؟ انظر، إذا تبرع بأقل من الثلث، هل هذا أقل من الثلث؟ 100,000؟ الثلث كم قلنا نحن؟ 200. هو تبرع بأقل من 100، هل يصح؟ لغير وارث، هل هؤلاء الأيتام ورثة؟ لا، ليسوا ورثته، وإذا يصح. ولا يشترط إجازة ورثة. لو جاء واحد من الأولاد، يا أبي يا أبي لا تتبرع، نحن لا لا يسمع له، اسكت يا ولد، هذه يريدها ليس تنفعني في القبر، انا ساموت، ما الفائده من كلامك انت؟ تريد الفلوس، تريد ان تشتري جوالات، تريد ان تتمشى، تريد ان تشتري ملابس، امور كلها دنيا، هذا سينفعني في القبر. لا يشترط إجازة الورثة، فهمتم؟ الواحد يكون قلبه رحيم بأبيه، وفقط يفكر في نفسه، خلاص أنت عشت، أبوك عاش، وهذه الفلوس يريدها، يحتاجها يوم القيامة في الصراط، في الميزان، في الحشر، في مناقشة الحساب، هذه الأمور، أنت عش حياتك، هذا أبوك يريد، هذا صدقة، لا تبخل. طيب اللي بعد، آخر واحد من هو؟ العبد. إذا أخذنا الصبي والمجنون والسفيه والمفلس والمريض، بقي الأخير، ما هو؟ العبد. العبد غير موجود الآن، لكن مذكورة في الكتب، لأجل أنت عندما تقرأ في الكتب تفهم، عندما تقرأ لا بد منها، صحيح أنها غير موجودة، أنا كنت يعني فكرت أنني أحذفها، فوجدت أنها مسائل مهمة، ويعني إيه قليل، يعني نصف صفحة، ولكنها مهمة لكي تفهم أنت، لأن العبيد في كل باب، في كل باب العبيد موجودين، يعني في كل باب من أبواب الفقه يأتي العبيد، العبيد، فلا بد أن تفهم ما كيف يتصرف هذا العبد. انظر، العبد الرقيق، هل هو محجور عليه؟ نعم محجور عليه في جميع تصرفاته، تمام؟ في كل سيده، فلا يصح أن يتصرف إلا فيما أذن له سيده. محجور عليه في جميع تصرفاته إلا فيما أذن له سيده. أنا سيد، وهذا رقيق العبد، لو سمحت يا ابني، يا العبد مثلا اسمه زيد، يا زيد اذهب هذا وبعه، اجلس هنا في الدكان كديش خديانة، هذه سيارة اشتغل فيها تاكسي، يتصرف بإذني، إما أني أنا أخبره وهو يقول أنا يا سيدي أتقن مثلا النجارة، أريد أن أكون نجار، أنا أتقن السباكة، أريد أن أكون، أنا أتقن التدريس، أنا أتقن الخط، أهم شيء لا يتصرف إلا بإذني سيدي، يصح. محجور عليه في جميع تصرفاته إلا فيما أذن له سيده فيه، يكون التصرف على حسب الإذن، فهم؟ فإذا تصرف بدون إذن فتصرفاته ما حكمها؟
باطلة ولا يجوز لأحد أن يعاملها. فإذا لو الآن العبيد موجودين كان كيف سيعملون؟ سيخرجون بطاقة، بطاقة يدل على أن أنه مأذون من سيده في هذا العمل في كذا. فهمت؟ لو الآن موجود مع البطاقات مع كذا سيخرج لكل رقيق بطاقة اسمه سيده اسمه كذا، أذن له أن يعمل كذا لمدة سنة أو سنتين. لكن الآن العبيد غير موجودين، العبيد غير موجودين. نعم. يقولون أنه موجود في بعض القرى الأفريقية، يقولون يعني لا يزال موجود. تمام؟ أيوه. طيب، هذه الآن المسألة المتعلقة بالحجر وما حجر و... ما يجب على العبد إذا تصرف؟ ما هو الذي يجب على العبد إذا تصرف؟ باع واشترى واستدان أو أتلف شيئاً، فهمت؟ أو مثلاً أتلف، ما هو الحكم؟ ما وجب عليه برضا مستحقه، وجب على العبد لكن برضا الطرف الآخر، ما هو؟ كأن اشترى أو باع شيئاً من شخص فهذا يتعلق في ذمته، إذا عتق وكسب المال طلب به. يا شخص رقيق، أنت عندك محل جوال لو سمحت أريد هذا الجوال، أنت تعلم أن هذا رقيق ليس لديه فلوس، ممكن هذا الجوال وكيف الفلوس ستسددها؟ في ذمتي إن شاء الله، أنا بعد شهرين أو ثلاثة شهور سأكون حرا، عبدي سيدي سيعتقني وأنا أشتغل وبعد ذلك أسدد لك الدين. فإذا أنت رضيت أن قيمة هذا الجوال يكون في ذمتي، ما وجب عليه برضا مستحقه، أنت تستحق الفلوس. إذا أنا أخذت منك الجوال أنت تستحق مالا، أنت رضيت أن يكون في ذمتي خلاص. فإذا ما وجب عليه برضا مستحقه كأن اشترى أو باع شيئا من شخص فهذا يتعلق في ذمته، ذمة العبد. متى؟ إذا عتق، إذا صار حرا وكسب المال طولب به. واضح؟ واضح. أفرض أن أنا عبد وعطشت ذهبت إلى كدين إلى تموينات سوبر ماركت ميني ماركت، أريد ماء، أريد هذا الماء لو سمحت، هل فلوس ولا ما عندي؟ اسمع، خليها في ذمتي، ذمتك أنت رقيق، من أين سند الفلوس؟ إن شاء الله سأكون حرا وأكسب مال وأعطيك إياه، تفضل هذا الماء. فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني، ما وجب عليه بدون رضا مستحقه، يجب عليه ان يدفع الفلوس وانت اصلا لست راضي عن هذه المعامله. ما هي المعامله التي حصلت؟ كان قتل، من الذي قتل؟ العبد قتل احدا او اتلف شيئا، فهذا يتعلق بماذا؟ برقبته. ما معنى يباع هذا العبد ويدفع ارش الجنايه من قيمته؟ من قيمته، إلا إذا فداه سيده ودفع عنه القيمة. انتبه، عبد أتلف هذا الجوال، أتلفه كسره، عبد كسر هذا السبورة، فيأتي المالك، مالك السبورة إلى السيد، عبدك أتلف هذا، عبدك أتلف سيارتي، تعال يا عبد، كيف هو؟ نعم أنا أتلفته، كنت غضبان، كنت كذا، ما هو الحكم؟ إحدى أمرين، إما أن السيد يدفع الفلوس لأن العبد ليس له شيء، أو يباع هذا العبد، يباع هذا وأتلف السيارة، كم إصلاح السيارة؟ كم أرش الجناية؟ 5000 جنيه، العبد يساوي 10، يساوي كم؟ تصليبي العبد. ونعطي 5000 جنيه صاحب السيارة التي أتلف شيئا منها. فهمت؟ يعني هذا معنى يتعلق برقبة العبد، يعني يباع العبد، أو سيده ينقل هذا، أنا عبدي هذا أنا أحبه ولا أريد أن أبيعه، أنا أحتاجه، أنا سأدفع السيد، أنا سأدفع أرش الجناية، كم أرش الجناية؟ 5000، خذ 5000. إذا يدفع أي يباع ويدفع، من الذي يباع؟ العبد، ويدفع أرش الجناية من قيمة بيعه إلا إذا فداه السيد، فداه، أنا أفتيك،
ودفع عنه ولاء الأرش. فهمت؟ إذن هذا ما وجب عليه بدون رضا الذي يريد من الفلوس، وجب على هذا العبد، ولكن أصلا هو لا بدون رضا أتلف شيئا. العبد أتلف شيئا حتى هو راضي أنه يتلفه له، هذا معنى بدون رضا، بخلافه هنا برضا، أعطاه الماء برضا ورضي أن يكون في ذمة العبد. فهمتم؟ الأخير ما وجب عليه وهو مأذون له في التجارة. أنا عندي محل، محل سيدي، أنا رقيقه، أنا عبده، محل سيدي. أنت تريد أن تشتري وتبيع، أنت تريد أن تشتري مني، وأنا أريد أن أشتري منك. يحق لي أن أبيع وأشتري وأسلفك وتسلفني، أنا رقيق أيوة، ولكن أنا مأذون في التجارة. مأذون لي كأنني حر. مأذون لي ممن؟ من سيدي. من سيدي هذا المحل حق سيدي، سيدي قال بيع واشتر بيع واشتر، إيه؟ أو سيدي أرسلني إلى الإسكندرية لكي أبيع وأشتري أبيع وأشتري، أو أرسلني لأي مكان، خلاص. ما وجب عليه وهو ما ذل له في التجارة، فهذا يتعلق بما تحت يديه من أموال التجارة وما يكتسبه. ارفع. فهمتم؟ هذا باب الحج، باب حلو جدا. جميل جدا، عرفنا المريض وما المريض وما حكمه، وعرفنا السفيه، وعرفنا المبذل، وعرفنا الصبي. هم؟ هذا الأسئلة. لماذا لا يباع المفلس فيكون عبدا؟ المفلس حر، الحر لا قيمة له. الحر أغنى من كل شيء. فلا يقوم بقيمة. الحرية أغلى من كل شيء، فلا يباع المفلس. الإنسان لا ينتقل من الحرية إلى الرق إلا بسبب الكفر، إلا بسبب إيه؟ إذا كان كافرا. ثم بعد ذلك التقى المسلمون والكفار في حرب. التقى المسلمون والكفار في حرب. عندما التقى المسلمون والكفار في حرب، المسلمون أسروا مجموعة من الكفار، أولاد وبنات ورجال وكبار فالرجال رجال يحق للإمام يحكم عليهم بالرق، يحكم عليهم. فهنا هنا من هنا جاء الرق. إذا المسلم لا يكون رقيقا، الكافر يكون رقيقا. كيف صورته؟ يتقاتل المسلمون مع الكفار، والمسلمون ينتصرون ويأسروا الكفار، الرجال يحكم عليهم القاضي بماذا؟ بالرق، في من عدة أحكام. لو مرض مرض المخوف فيهدي جل ماله إلى حديقة الحيوان، ثم مر أياما فبري ولم يمت، هل تجري الهبة؟ لا. لو مرض مرض المخوف فيهدي جل ماله لحد، ما يجوز أن يهدي جل ماله. لماذا؟ مرض المخوف كما قلنا، مرض المخوف لا يجوز أن يتبرع إلا بماذا؟ إلا بالثلث. فيقولون هنا بعدين يقول مثلا فبريا، خلاص الهدية الهبة لا ترد. لو وهبها إلى حديقة الحيوانات ثلث ماله أو أقل وبعد ذلك بريا، خلاص ووهبها لم يوصي، وأما إذا أوصى الوصية هو أوصى الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، فبريئة خلاص يحق له أن يمزق الوصية ولا ينفذها. فهمت؟ الوصية تكون بعد الآن. تمام؟ هل يمكن منكم اليمين في اليوم؟ لا، هذه الأيام لا يوجد، لكن يقولون قد يكون موجود. نحن ليست عندنا كاشفة لكل العالم، قد يكون موجود في بيوت، قد يكون موجود في في بعض الأماكن، يقولون موجود في بعض البلدان الأفريقية موريتانيا وغيرها، قد يكون موجود. تريد أن تمتلك امرأة بملك اليمين؟ خلاص إن شاء الله، خلاص، لأن هذا الدرس سيكتفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالشفاء العاجل على الأخت الشامل لنا ولأمراض قلوبنا ولأمراض أجسادنا ولأمراض الله ومرض جميع المسلمين
يرزقنا الهمة العالية في طلب العلم والدعوة إلى الله بالدين في شريعة سيد المرسلين، اجعلنا من أقرب المقربين إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يكرم أعيننا ويكرم قلوبنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويرزقنا عناية كاملة ورعاية خاصة من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع السلام الصالحين. وأن الله سبحانه وتعالى يفرج اللهم سيدنا محمد يرحمه سيدنا محمد الذي يولي بين قلوبهما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، يرزقنا نور العلم وسر العلم وبركة العلم، وينشر علمنا في مشارق الأرض ومغاربها مع كمال نفع والانتفاع، وصدق الإخلاص من تابع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ترسلوا به إلى الله بحقها بالدروس، يا الله يا الله اجعلها خالصة لوجهك الكريم، واقضي حاجاتنا كلها الدينية والدنيوية والزكوية والقرونية، واكفنا الحوادث كلها وكفنا كل شر ما ظهر منها وبطن كل الحوادث، وكفنا كل شر ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سر الفاتحة.